خارج ارض الملعب والضربة مرمى لمصلحة نادي اتحاد الشرطة. اهي الكورة بالتأكيد طبعا الزميل اسلام صادق بيجيب لي خبر، والخبر حصري لمشاهدي تلفزيون النهار، خبر حصري وياريت لو يتكتب استرب على الشاشة. هقول انا دلوقتي، حدثت مهاتفة ومكالمة تليفونية ما بين الزميل اسلام صادق وما بين الكابتن عزم مجاهد القائم بمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. مفاد المكالمة ان هم اصدروا تعليمات لمراقب المباراة، بلغها للكابتن محمد فاروق في حالة لو ظهر شخص او اي واحد من جمهور الزمالك في ارض الملعب مرة تانية، فان المباراة هتتلغي وهتتحسب 2-0 لاتحاد الشرطة. يا ريت لو الزملاء يكتبوها لي مرة تانية على الشاشة استرباها كده، تبقى توضيح وخاص وحصري لتلفزيون النهار. فتح الله يلعب واحدة طويلة عند شيكابالا، بيحاول شيكا يستلم، شيكا معاه مرة تانية، يرجع في وسط الملعب عند ابراهيم صلاح لشيكابالا مرة تانية، بيحضر اللعبة عند احمد سمير. عمرو زكي بيقول له محمد فاروق ينزل لارض الملعب، احمد حسن يلعب من الشمال عند عبد الشافي، ادي البينية وادي الاستلام اللي موجود من احمد توفيق، بيرجع مرة تانية عند احمد حسن. امامية حلوة الكورة، استلامة حلوة من عبد الشافي، يا ولد بيحاول لكن هي صفارة وخطأ، وضربة حرة لمصلحة الظهير الأيسر الأفضل في الدوري المصري الممتاز محمد عبد الشافي، أحسن باك ليفت في الدوري المصري بلا منازع. محمد عبد الشافي هو وأحمد سمير فرج وفؤاد سلامة، التلاتة بيقدموا موسم طيب، ولكن عبد الشافي هو الأبرز لأن عبد الشافي أداء ممتاز ونسبة ميس باصات قليلة جدا عند محمد عبد الشافي. ضربة حرة عند شيكابالا، الاباتشي واقف على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، وترقب جوه منطقة الجزاء جعفر وزكي ودويدار مع زكي وعلي رابو مع جعفر، هنشوف وهنترقب ايه اللي هيحصل. وضربة حرة من جانب شيكابالا، وكلمة السر في شيكابالا هي فروجة، لكن نشوف هنشوف وهنترقب الضربة الحرة هتتلعب ازاي والترقب هيبقى ازاي. ودلوقتي نادي الزمالك بيحاول، وادي الاباتشي يلف واحدة حلوة ورأسية لكن بتعدي كده وبتقلش من على راس احمد حسن والخارج ارض الملعب، والضربة مرمى لمصلحة نادي اتحاد الشرطة، عالية وحلوة ورأسية من احمد حسن لكن بتقلش من على راسه وبتبقى الخارج ارض الملعب والضربة مرمى. تتلعب رمية التماس، صلاح عاشور ضغط احمد سمير لكن ترد مرة تانية. هذه المحاولة الأمامية، صلاح سليمان وكان كوبري من خالد قمر لكن حكم المباراة بيقول العب. تنزل عند عبد الله فاروق، معروف يوسف يعمل فنت كويس عند عبد الله فاروق لصلاح عاشور، معروف يوسف، سعيد كمال يا ولد على التمريرة لكن في صفارة وخطأ على صلاح سليمان لمصلحة معروف يوسف. 25 دقيقة من أحداث المباراة في شوطها الأول، تعادل لا يزال او تقدم للزمالك بهدف مقابل لا شيء من جانب احمد حسن. كرة بترجع على الارض، فتح مبروك عند علي رابو، ينزل في وسط الملعب، ضغط من عمرو زكي لكن حسام عبد الجواد كويس يهدى عند احمد دويدار. في بداية الموسم كان حسام عبد الجواد قريب من الانتقال للنادي المصري، هو مدافع على فكرة متميز ومحافظ على مستواه وما شاء الله عليه كده، قليل الاخطاء قلما يخطئ حسام عبد الجواد، نمسك الخشب ما شاء الله، لكن فضل الاستمرار لحين نهاية عقده مع نادي اتحاد الشرطة. صلاح سليمان ترجع الكورة، ترجع الكورة وصفارة وخطأ وضربة حرة غير مباشرة. الشرطة المصرية والداخلية المصرية تلقي القبض على خمسة من مشجعي نادي الزمالك وتحلهم لنيابة اسم تاني مدينة نصر، وبعض من مشجعي نادي الزمالك بيقطعوا طريق النصر. الاخبار بتجيلي من الاستوديو التحليلي ومن الزميل العزيز اسلام صادق، لكن نشوف الضربة الحرة دلوقتي لمصلحة نادي الزمالك، ادي الاعادة
وادي الكرة عند صلاح سليمان والخطأ اللي كان موجود على خالد قمر. عالية الكرة صلاح سليمان يلعب واحدة طويلة ترجع مرة تانية. فتح مبروك معروف يوسف لكن الكرة رمي التماس لمصلحة الزمالك. احمد سمير هيلعب رمية التماس لمصلحة نادي الزمالك. امامية المحاولة ومرة تانية عند احمد سمير اللي واقف على كورته. يرجع في المنطقة الدفاعية عند محمود فتح الله. من الشمال عبد الشافي بيحاول ان هو يقرب. ادي التمرير الامامية وادي الاستلامة والمحاولة من عمرو الزكي لكن يا ولد يا دويدار بمفهومية وبمعلمة بيقطع الكورة. يحاول يحضن لكن دويدار يخبط الكورة فاحمد توفيق اللي بتطلع لخارج ارض الملعب والضربة مرمى لمصلحة اتحاد الشرطة. ضربة مرمى احمد سعد يلعب ضربة المرمى العالية رأسية بتعدي من قدام خالد قمر. سعيد كمال يسيب الكرة عند فتح مبروك اللي عايز يعدي. فتح يلعب قصيرة لكن يقطع احمد حسن. تمريرة امامية احمد جعفر يستلم يلعب على الارض احمد سمير ده ابراهيم صلاح معاه الكرة. ابراهيم عدى ابراهيم صلاح خد مساحة ابراهيم عايز يلعب لكن هي صفارة وخطأ وضربة حرة مباشرة وانذار على حسام عبد الجواد ولا مين هنشوف. ده انذار على صلاح عاشور. انذار على صلاح عاشور اللي كان